الموسيقى تنساب مجددا في حضرموت بلاد الدان لتعيد للحياة بهجتها وإيقاعها الراقص في إقبال وعودة جماعية لتعلم العزف والموسيقى في بلاد الفن العتيق. علي جمال ملهم بالعزف على آلة البيانو من صغره، فهو ينسجم دائما مع ما تقرأه أنامل من العزف على مفاتح النغمات الأكثر استخداما والأجمل طربا وشغفا بأسلوب فنان مقتدر. أضافت لي دورة كدراسة أكاديمية، يعني صرت الآن أفهم ما أعزف، صرت أقرأ وأكتب، يعني تكونت عندي لغة موسيقية. كنت أعزف سماعي، الآن صار عندي لغة أقدر أتكلم بها، أقدر أكتب بها، أقدر أستخرج منها مفردات كثيرة. هذا أهم ما أضافته الدورة، وهذا أهم هدف كان مرسوم لهذه الدورة الذي ندرسها. بداية مشواري الموسيقي منذ نعومة أظافري، لما كنت في الروضة كان معنا الأستاذ كرامة قطمير رحمه الله، وهو الذي يعني كما أقول كأنه بدأ بتدخيل آلة الأورج أو آلة البيانو في رأسي، حيث كنا ندرب عليها، وكان الأستاذ معنا الله يرحمه كرامة قطمير. ثم في المرحلة الثانوية كان في عام 2011 تقريبا افتتح معهد عندنا في ثانوية الصبان. أكثر من 30 شابا من أبناء وادي حضرموت يعكفون على تعلم قراءة النوتة الموسيقية والعزف الجماعي لمقطوعات عالمية وعربية قديمة ومعاصرة لاكتساب خلفية فنية وسد الفجوة القائمة في مضمار صناعة الموسيقى. في مرحلة التدريب التي تنقسم إلى 4 أشهر، مرحلة القراءة وكتابة النوتات تأتي لفترة شهر ونص، مرحلة التكنيك برضو شهر ونص، ثم باقي الأيام بتكون في مرحلة العزف الجماعي والعزف الأوركسترا. ورغم الأوضاع الصعبة التي تشهدها البلاد في ظل الحرب، يعزف هؤلاء على نغم الحب والسلام، إذ لا شيء يقف أمام شغفهم وإبداعهم في العزف على الآلات الموسيقية بطريقة مدهشة وواعدة. جاء علم النوتة، النوتة هذه مهمة، يعني هذه النوتة اللي توحد قضية العزف من العزف، وتخرج بدراسة كاملة في معاهد في مشاعر، وما حصل الآن في حضرموت. نحن كنا مفتقدين لهذا الكلام، والآن بصدفة أنه وجود الدورات هذه قدمت خدمة كبيرة للشباب، ودرست النوتة. الآن الشباب موجودين هذول كانوا كلهم يعزفون بالفطرة. يعني تعليم وتدريب مستمر في العزف على الآلات الموسيقية، والتدريب على أداء عدد من المقطوعات والأغاني الوطنية للوصول إلى الإتقان والجادة والاحتراف على طريقة الوصول للعالمية. فهمي برمادي، قناة سهيل، وادي حضرموت.